السلام عليكم متابعينا في كل مكان. وصفة النهاردة البسكوت عاملها لك مخصوص عشانك بأسهل الطريقة، يعني الطرق سهلة جدا، يعني المقادير بتاعته سهلة قوي وان انت تعمليها في البيت، واقول لك القطعة ازاي تستخدميها وتطلعيه بالنقشة الحلوة ديت وبالشكل الحلو ده جنب الشاي، حاجة محترمة جدا جد. يعني شوف ان شاء الله ازاي ننفذه، شوف المقادير ونشوف هنبدأ نشتغل بيه ازاي. اول حاجة عندي بسم الله الرحمن الرحيم 3 كوبايات من الدقيق، عندي 3 عدد بيض، عندي نص كوباية من الزيت الذرة، وبعد كده عندي كوباية من السكر البودر، ربع كوباية كبيرة من اللبن البودر، عندي نص باكو من البيكنج باودر، وعندي شوية ملح، وعندي باكو من الفانيليا. ودي القطعة اللي انا هشتغل فيها. القطعة دي موجودة دلوقتي عند اي محلات موجودة خامات الحلويات، تلاقيها موجودة القطعة دي بتاعت البسكويت اصلا، يعني شال كده زي ما حضرتك كده شايفة، دي طريقة استخدامها. بعد كده تشيل القطعة اللي جوه اللي انت شايفاها ديت، ونبدأ نلفها كده، هتلاقيها بتفصل في قطعتين اتنين اهي، نشيل القطعة ديت اللي هي الوش ده، ونبدأ نحط اي وش احنا عايزينه او اي شكل عايزين نستخدمه. وبعد كده حضرتك تقومي قافلاها كويس جدا اهي، ونتأكد من الغلق بتاعها، وبعد كده نبدأ نحطها عندي في القطعة الكبيرة تاني. انا بقولك الحاجات دي تستخدميها لأي شكل بقى انت عايزاه، وعلى فكرة هي رخيصة جدا، يعني في اي وقت تقدري تجيبيها وتقعد عندك فتره. بصي وتضلي بقى تضغط عليها وتطلع لك البسكوت. تعالوا نشوف ازاي نقدر نستخدمها. اول حاجه بحضر عندي العجينه، بحط عندي 3 عدد من البيض، وبحط عندي كوبايه من السكر البودر، وبحط عندي شويه فانيليا اللي هو الباكو، ونبدا بخفق الخلاط كويس، يعني بضربهم كلهم مع بعض الاول، ونعم الخليط ده كويس جدا مع بعض على السرعه العاليه. ابدا انزل عندي نص كوبايه من زيت الذره، نص كوبايه من زيت الذره، نبدا ننزل عليها بخيط رفيع زي ما حضراتكم كده شايفين، لحد ما الخليط بدا يتقل معايا. بص الخليط اصلا السمك الكثافه بتاعته بقت عامله ازاي. اجيب عندي دقيق، 3 كوبايات دقيق، احط عندي نص كوبايه من اللبن البودر، واحط عندي شويه ملح صغيرين، واحط عندي ربع باكو من او نص باكو اسف من البيكنج باودر، واقلب كل ده مع بعضه. بعد ما اتاكدت خلاص ان هم اتمكسوا مع بعض، ابدا احط الخليط اللي انا ضربته فين في الخلاط قدام حضرتك كده، نبدا نضيفه، وابدا ان انا اقلب الخليط ده كله مع بعضه. بعد ما قلبته كله مع بعضه لحد ما العجينه عندي تتجانس كده، وبص بقت عامله ازاي، حكايه ما تلزقش في الايد. بص الكلام زي ما حضرتك كده شايف، ناخد واحده كده ونعمل عليها اختبار. تمام التمام، نبدا ناخدها بقى ونبدا نقطع قطع صغيره، بلاش نقطع قطع كبيره، على قد ما نقدر، ونوسع المسافه اللي بين كل واحده وواحده، عشان لما نيجي نبصم نعمل بالبصامه او نبصمها بقطعه البسكوت تطلع مظبوطه زي ديت كده بالظبط. اجيب عند القطاعه بصي واضغط على كل واحده، تطلع لي عندي الشكل الجميل اللي انت عايزاه. اقدر اغير بقى الاشكال اللي انا عايزها كلها، وبعد ما ارصتها في الصاج ابدا احضر الفرن على درجه حراره 170، ونبدا يا باشا نسوي. نقفل الفرن ونستنى ربع ساعه ونيجي تاني. يا بابا البسكوت هيتحرق يا بابا. يلا يا بقى انا سجالك اهو. ماشي. وبعد ما انس الله يصلح حاله كده ايه بلغنا، قال لي البسكوت يا بابا خد اللون الذهبي، وهو ده اللون اللي احنا عايزينه. نبدا نطلع البسكوته كده على الصاج ونقدمها. بعد ما قعدت ربع ساعه وما تنسيش بتقلب الصاجات في الفرن، بص اللون عامل ازاي، ناعمه جدا وخفيفه جدا، وان شاء الله تعملوها وتنول اعجابكم جدا، لان خصوصا المقادير بتاعتها والخامات بتاعتها سهله جدا. اشوفكم على خير، ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم.